عودة من جديد لعشرة صبح في الأهلي. أهلا بكل حضراتكم مرة تانية. الحقيقة الدولة في الفترة الأخيرة عاملة حاجة عبقرية، عاملة مجموعة من المشاريع أو مشروعات القومية للموهبة في رياضات مختلفة، وكمان الدولة الحقيقة أبدت اهتمام كبير جدا جدا بعالم الرياضة من خلال تبنيها لهذا الفكر في رياضات مختلفة، ومنها التايكوندو. دي من ضمن التفاصيل اللي عايزين نقف عندها شوية ونركز عليها في الفقرة الحوارية الأولى. احنا النهاردة منورنا دكتور إسماعيل مهران المشرف على المشروع القومي للموهوبين في التايكوندو، وكمان منورنا ومشرفنا كابتن أحمد عبد القادر أحد مدربي هذا المشروع. صباح الفل عليكم وأهلا بكم. صباح الهنا منورنا، ومشروع احنا متابعينه شخصيا كمان على عشر الصبح في الأهلي. بس خلينا نبدأ بفكرة هنا آخر التطورات الخاصة بهذا المشروع برضو الناس تبقى عارفه احنا واصلين لفين، بعد كده نبني عليه. اتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. اولا تحياتي لحضراتكم وكل الساده المشاهدين. بالنسبه لفكره المشروع القومي، من البدايه احنا كمصر الحمد لله برضو بيبقى لينا باع اولمبي، بس في الاخر المحصله بتكون ميداليه او اثنين او ثلاثه، اقصى حاجه وصلنا لها كانوا اربع ميداليات في اثينا 2004. فجت فكره ان انا كانديه ومؤسسه عسكريه بنجيب اربع ميداليات، طب ايه اللي يمنع ان الدوله كمان تتدخل بحيث أربع ميداليات تبع الأندية والمؤسسة العسكرية بجانبهم أربع ميداليات تانيين عن طريق الوزارة، وإن شاء الله نأمل إن هو يبقوا أكتر، فبالتالي المحصلة تبقى أكتر من 8 أو 9 ميداليات أولمبية إن شاء الله. فدي جت فكرة المشروع القومي. حلو جدا. بس بتهيألي التارجت المفروض يبقى أزيد من كده شوية، يعني فكرة يعني حتى وحضرتك بتقول إيه إحنا عندنا باعة في عالم الأولمبيات وعندنا أربع ميداليات، فحسيت إن الأربعة دول ما يخلوش إن لينا باعة قوي، يعني فاهم قصدي؟ وفكره ان يبقى في مشروع قومي متبنيات دوله المفروض يبقى التارجت بتاعه اعلى من كده بكتير. هو احنا بنتكلم على الفتره القصيره دي، احنا عندنا باريس خلاص يعتبر بكره. اوكي. مفيش وقت. عندنا لوس انجلوس، دي بقى اللي ان شاء الله ممكن من خلالها نقول نفسنا يبقى عندنا 15 ميداليه او 20 ميداليه. والمشروع للامانه هو جانا ثماره بدري جدا، فده حتى خلى القياده السياسيه ان احنا نامل ونزود طموحنا ان باريس اللي هو يعتبر قريب جدا ان عدد الميداليات يبقى اكتر. يعني ان شاء الله. انتوا اشتغلتوا على المشروع ده كابتن احمد برضو من فتره، يعني بعد انتهاء طوكيو مثلا نقدر نقول، ولا الوقت كان ضيق مثلا ما يسمح لناش او ان احنا نامل قوي في باريس 2024؟ فعلا الوقت كان ضيق، لان احنا بدانا من تحت من الناشئين ونبتدي نظبط نفسنا بقى للكبار اللي هو نجم الثمار بتاعته الاولمبيات دي او اللي بعدها كمان ان شاء الله. اوكي. طب احنا عايزين برضو يعني نركز شويه في كلامنا على المشروع القومي للموهوبين في التايكوندو بصفه خاصه. ايه اللي حاصل في هذا الاطار؟ الملف ده ايه بنوده الاساسيه؟ ايه التارجت اللي محطوط؟ وايه الاليه اللي المفروض هتشتغلوا عليها عشان تحققوا التارجت المنشود ده؟ هو الحمد لله ان التايكوندو تبع الالعاب اللي موجوده في المشروع القومي، هو بالمناسبه سبع العاب الاولمبيه، ملاكمه ومصارعه وألعاب قوة وتنس طاولة والتايكوندو. أوكي. هو المشروع كان شغال من زمان، وبالمناسبة أنا كنت لعيب في المشروع القومي قبل كده. أوكي. بس طبعا دلوقتي الموضوع اختلف تماما، ودعم واهتمام الدولة زاد جدا، فلدرجة إن احنا من سنتين بدأنا بمشروع الناشئين. إن المشروع عندنا ثلاث مراحل، ناشئين وشباب وكبار. من سنتين كان مشروع الناشئين شغال، كان قبلها برضو بسنتين مشروع الشباب. الناشئين الحمد لله أول سنة اشتغلنا عليه اتأهل ثلاث لاعبين لبطولة العالم، كانت في بلغاريا، وطبعا ده كان نصيب كبير جدا إن المشروع القومي يبقى في أول سنتين ليه يأهل ثلاثة لمنتخب مصر. مشروع الشباب كمان المتولي تدريبه دكتور أحمد زهران والإشراف عليه اتأهل السنة دي، جبنا كأس أول ترتيب عام في بطولة الجمهورية، وطبعا في ظل المنافسة بتبقى صعبة جدا ما بين الأندية، خاصة التايكوندو يعني بتبقى المنافسة كبيرة جدا، أندية كتيرة، أندية عريقة في التايكوندو. فالمشروع القومي في فترة قليلة يخش في بطولة الجمهورية، ياخد كاس أول ترتيب عام بنات وكاس تاني. وبالمناسبة كمان إحنا لسه من أسبوعين مخلصين بطولة الجمهورية للناشئين، والمشروع القومي خد أول ترتيب عام ولاد وأول ترتيب عام بنات. فطبعا في فترة يعتبر جيزة جدا وقليلة جدا يعني. صحيح. طبعا. طب هو العدد أنت بتتكلم حاليا في المشروع ككل، مش اللي بتجهزوهم في ان جنرال، كام؟ وهتشتغلوا الفتره الجايه كمان ازاي عشان يبقى في جذب للعيبه اكتر، وكمان رجال وبتكلم اولاد وبنات على الصعيدين ولا لا؟ يعني خلينا انا زي ما قلت لحضرتك، هو احنا المشروع ثلاث مراحل حاليا دلوقتي. شغالين في مرحله اسمها البراعم، ودي تعتبر المرحله الرابعه. انتوا بتبداوا من تحت من البيز يعني عشان نبني صح حاليا شغالين عمليه الانتقاء.